ادخل ادخل ادخل. ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. أبدا ادخل قوم نايم. ما عملتش حاجة. بس تعصونا بيه. فين؟ لا فين أنتوا بتاكلوا ليه؟ أنت عمال تتكلم وتزعل الراجل في صح؟ لا مفيش احترام؟ مع إني مش فاهم منه حاجة، بس والله لو أوريك هصورك وأضحك في كل حتة. وأنا كمان هصورك صور كبيرة بتاعت القفشات دي اللي على كوبري أكتوبر والدائري والمحور، وهكتب حرامي الحجة. وأنا هصور قتيل هنا. اخرسي! إما خليت العيال تجري وراك وتقول العبيط أهو. وأنا اتخنقت منكم واللي هتكلم منكم تاني هكتب اسمه على الصبورة اللي هناك دي، ولما يجي الأستاذ هقول له مين لما يجي سعادة الباشا هقول له مين اللي اتكلم فيه. اسكتوا! محدش يتكلم! أنا عايز أفهم حاجة دلوقتي. انتوا بتتهموا شعبان بسرقة الحجة؟ لا الحجة دي تبقى أمك. نعم. لا قصدي يعني ما اسمهاش الحجة، اسمها الحجة. ايوه والله قريتها في المحضر الحجة. يعني انتوا بتتهموا شعبان بسرقة الحجة؟ ايوه يا حضرة الصول نبيل، دول شربوها شاي وسرقوا الحجة. لا شاي يبقى انتوا تروحوا لوزارة التموين. لا 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 الشاي كان من غير سكر. لا من غير سكر يبقى نرجع وزارة الداخلية. بقولك ايه يا سعادة اللطيف، انت دلوقتي يا ريت تعمل بلاغ تتهم فيه الراجل العريض ده انه سرق الولية السمينة دي. فرحانة قوي. ايوه العريض ده متهم حتى تثبت ادانته. انا شك فيه حضرتك. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا تشكوا وتعملوا قواضي انتوا؟ لا في قانون بيتكلم، والقانون بيقول ان راجل متهم لازم نساله. شعبان شعبان. ايوه باشا. ركز معايا شعبان، انت باصص فين؟ معلش هي حلوه بس ما تركزش معاه، ركز معايا يعني. ما تحترم نفسك يا سياده الامين. معلش صلوا على النبي يا جماعه. صلوا. حصل خير. دلوقتي يا شعبان انت سرقت الحجه؟ انا ورحمه جدها ما قربت لها ولا سرقت حاجه. شفتي على راي المثل، قالوا للحرامي احلف، قالوا رحمه جدها ما سرقت لها ولا قربت لها ولا عملت حاجه. انت بريئة شعبان. يحيى العدل يحيى العدل. اخلص خالص. بقول لحضرتك ايه، احنا عايزين نرجع تاني وزارة التموين. ليه؟ عشان الشاي كان فيه سكر. النهارده انا جمعتكم عشان مهمة خطيرة. دايما مجمعنا يا علي. ايه مجمعنا دي؟ انا اللي جمعتكم على فكرة، انت جمعت وائل بس. دايما مجمعنا يا انجي. يا جماعة وائل أصلا مش مجمع، إيه الموضوع بالظبط؟ ركز معايا يا وائل وجمع. النهاردة أنا عايزاكوا في مهمة إنسانية، مهمة قومية وطنية فولاذية، مهمة في غاية الدقة والحساسية، والغلط في المهمة دي ممنوع، والزعل مرفوع، والبنطلون مقطوع، وأني من غيركوا هجوع. وأنا مش فاهم الموضوع. أنا هفهمك. بص احنا جبناك النهارده علشان نسترد حق انسانه مظلومه تعبانه متهانه تخنانه وهفتانه خنقانه. يعني كلكم كنتوا عارفين ايه اللي انا ليه؟ ليه يا علي؟ ليه ما قلتليش من الاول؟ انا مش اقل انسانيه منكم على فكره. انا انسان عندي مشاعر احاسيس. ما تقطعش قلبي يا وائل. انزل بالمزيكا. مش انتي انزل بالمزيكا. لا مش دي رأفة الهجان. انزل بالطريق الى ايلات. اديك عرفت يا بطل. معانا ولا مع الناس الوحشين؟ ما انا معرفش الناس الوحشين، فاكيد معاكوا يعني. بس ايه الموضوع بقى؟ افهم بس المهم ايه. بص بقى انا عايزاك تجيب شويه كومبارسات زيك كده. إيه؟ انا كومبارس؟ لا مش قصدي. بعد كل ده كومبارس؟ لا خالص مش قصدي. قصدي انا اسفه قصدي شويه مجاميع يعني شويه فنانين زيك كده. وبعدين تجيب شويه اكسسوارات، ملابس ضباط، حماده عساكر يعني كده. يعني لا حاجه كده، عايزه منتج مش عايزه فنانين. ايه ده؟ وبالمناسبه ما تنساش البريك. انا باخد فراخ مشويه. وانا فراخ مقليه. لا ثواني ده اوردر بقى عشان ما اغلطش. بس اكتب احسن. حضرتك عايزه فراخ مشويه؟ مشويه. حضرتك طلبت ايه في الاول؟ معلش فراخ مشويه وانا مقليه. انت مقليه وهو مشويه. انا عايزه شوشك. اجيب لك شوشك. حاضر. حضرتك طالبه حاجه؟ انا هاخد جوز حمام لحسين وشاورما للولاد يحيى وحور، وانا ممكن كشري بقى مش مشكله. انا كل ده لسه ما طلبتيش؟ طب ما كده في فرق فلوس. حضرتك هتدفعي فرق.
بص يا حبيب قلبي، عشان نلم المشهد ده بقى عشان طول دلوقتي، الزعيمه انجي هتشرح لكم ايه تطورات العمليه بالظبط. اتفضلي. ركزوا معايا كويس. الله يهدك يا كاميليا، معيش ساعة اتأخرت قوي. تمام يا فندم. انت الله يخرب بيتك، ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ ايه الشنب ده؟ الله، عايزة اتنكر عشان محدش يعرفني. يا سلام، شنب وحجاب في نفس الوقت. امال اخلي شعري باين عشان يعرفوني يا فلحة؟ طب بس اسكت. اه صحيح، تصدقي؟ طب ما جبتيش الشنب معاكي ليه؟ انت ما قلتليش. بصي بصي، جبت السماعة دي كمان عشان التنكر. رامي يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اهلا وسهلا. ترحيب وبراعة استقبال. فاكر هياخد بعقلنا حلاوة، قصدي هياكل بعقلنا حلاوة. ايه ده؟ يخرب بيتك، اتفضحنا. كشفنا كشفنا خلاص. ايه السماعة دي؟ اه يا اخي، دكتور 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 دكاترة من الطب البيطري. طيب تحبوا تشربوا حاجة؟ انا ممكن اشرب نسكافيه. ايه تشربوا دي؟ ايه تشربوا دي؟ انت بترشينا؟ ده انا برحب بيكم. مش عايزين ترحيب، عندك فراخ هنا؟ اه طبعا، عايزينها مسلوقه ولا محمره؟ انت هتهزر؟ هات الفراخ اللي جوه. حاضر يا باشا. ايه انت عاملاه ده؟ هاخد لي حور شويه. خد خدي الميه وصلي. عيني يا حبيبي. بس خلاص. اتفضل يا باشا. زي الفل اهي. ايه ده؟ الفراخ دي مكسوره الجناح. ازاي؟ ما جناحاتها ايه؟ لا، في جناح مش موجود. يا باشا سلامت الشوف، ما هيجي فراخ ايه؟ فرخة ايه؟ فرحانة بيكوا ايه؟ اكشفي لي على الفرخة دي. تمام يا فندم. الفرخة دي عزراء، قصدي من برج العزراء. وماتت مرتين وولدت مرتين. يا غبية، الفراخ بتبيض مش بتولد. باضت بطين. وتعبانة وعندها انفلونزا الخنازير يا فندم. بتبيع فراخ مريضة؟ مريضة ايه؟ ما هي زي الفل. بيقولك عندها انفلونزا الخنازير. انا مالي انفلونزا الخنازير ايه؟ وهي كانت اختها يعني عارفة عنها كل حاجة؟ دي فرخة زي الفل. بس الفرخة دي مش بتقول كاكي كا. مش بتقول كاكي كا؟ ايوة. هتقولي ازاي؟ ما هي مدبوحة ومجمدة. كاكي كاكي؟ شايف؟ ما بتردش عليا. الفراخ اللي عندك ما بتقولش كاكي كا ليه؟ يا باشا الفرخة مجمدة ومدبوحة وزي الفل. دي جريمة تانية. انت ذبحت الفرخة وحطيتها في التلاجة عشان